مرحبا، كيف الصحة؟ إن شاء الله تكون أموركم بخير. اليوم راح نحكي عن جامعة جديدة، هي جامعة أتاتورك، الجامعة الموجودة في مدينة أرزروم. طبعا أنا نزلت هون بموقعنا الصديق إسطنبول، نزلت معلومات كافية عن الجامعة. إن شاء الله هذا الفيديو راح يعطيك كل المعلومات اللازمة عن جامعة أتاتورك. بنبدأ بالجامعة نفسها. شو هي جامعة أتاتورك؟ الجامعة اجت بناء على طلب من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، طبعا موجودة في شرق الأناضول. منطقة شرق الأناضول كانت منطقة جدا فيها مشاكل تعليمية، في ضعف بالتعليم، فكانت رؤية مصطفى كمال أتاتورك انه لازم يكون في جامعة قوية بهذيك المنطقة. طبعا هو اقترح الاقتراح بس ما تم القرار النهائي الا في عصر الرئيس جلال بيار عام 54. الجامعة بداية تأسيسها تلقت دعم مادي وأكاديمي من جامعة نبراسكا الأمريكية. طبعا مثل ما حكينا الجامعة موجودة في شرق الأناضول في مدينة أرزروم. الجامعة فيها حاليا 400,000 طالب موزعين على الشكل التالي: 330,000 طالب تعليم مفتوح أرتيك أوراتم، 16,000 طالب تعليم ثاني. تعليم ثاني يعني أظن في التعليم المسائي، التعليم اللي بيكون بعد انتهاء الدوام الصباحي. في عنا 50,000 طالب بالتعليم النظامي، وفي عنا 5,200 طالب بالتعليم عن بعد. الجامعة شهيرة بالتعليم المفتوح الموجود فيها. طبعا أنا أفردت الاختصاصات الموجودين بالتعليم المفتوح، أفردتهم بمقالة منفصلة تماما. الاختصاصات متوفرة في التعليم المفتوح في جامعة أتاتورك. طبعا عنا عدد كبير من الاختصاصات، بعض الاختصاصات 4 سنين وبعض الاختصاصات 2 سنين. طبعا انا تركت الاسم بالعربي وبالانجليزي وبالتركي اللي حابب يستفيد من الاسماء الثلاثة. الحلو بالموضوع عدد المقاعد الموجود، راح تتفاجأ من عدد المقاعد. 31,475 مقعد متاح هذا العام للطلاب. طبعا في عنا إدارة 250 طالب على سبيل المثال، إعلان 750 طالب، في عنا إدارة صحية 1000 طالب، في عنا الطوارئ والكوارث 2000 طالب، معهد العدالة 1250 طالب. أعداد هائلة من الطلاب مقبولين في التعليم المفتوح. في عنا البنوك والتأمين 750 طالب. طبعا كل هذه الدراسات باللغة التركية، ما في منها باللغة الإنجليزية. علاقات عامة 750، الإلهيات 1750، صحة العمل والسلامة لمدة 2 سنين 3750 طالب متاح أنه يسجلوا بهذا الاختصاص. تنمية الطفل أيضا 3750 طالب. طبعا أنا بصراحة اتصلت بالجامعة وتأكدت من العدد بالضبط وهل يحق للطلاب الأجانب التسجيل بهذه الاختصاصات، وأكدوا لي الموظفين الموجودين بمكتب الطلاب الأجانب أنه ممكن الطلاب الأجانب يسجلوا بهذه الاختصاصات من دون أي شروط. ما في شرط يوس، الشرط الوحيد هو حصولك على شهادة الثانوية، هذا هو الشرط الوحيد. 1750 طالب الوثائق الطبية، 500 طالب سياحة وإدارة الفنادق. طبعا هذا بخصوص التعليم المفتوح. مثل ما حكيت ما في شرط يوس، ما في شرط سات، الشرط الوحيد هو وجود شهادة الثانوية. ننتقل على المقالة الأخرى اللي حطيت لكم إياها، هي اللي هي طيب أوكي أنا موجود في إسطنبول أو أنا موجود في أنقرة وحبيت أدرس بجامعة أرزروم، جامعة أتاتورك، تعليم مفتوح، شلون ممكن أقدم الامتحان؟ تقدم الامتحانات عن طريق عدد من المراكز، 93 مركز موجودين في مدينة أو في دولة تركيا، في تركيا 93 مركز. أنا حطيت لك هون اسم المدينة، اسم الدكتور اللي مشرف على هي المدينة، على هذا الفرع، العنوان بالضبط ورقم الهاتف. فقط عليك حتى تسجل انك تصب رقم الهاتف، تشوف الدكتور المشرف عليك، تقول للدكتور بدي اسجل وتسجل. طبعا في فقط مركز واحد خارج تركيا اللي هو في اذربيجان في مدينة باكو العاصمة، والباقيين كلهم موجودين داخل تركيا. حتى في عنا ببعض المدن الكبيرة ممكن تلاقي أكثر من فرع، يعني مثلا بإسطنبول ممكن تلاقي واحد واثنين، ليك عندك فرعين بإزمير، فرعين، فممكن تلاقي أكثر من فرع. بكل أحوال بكل مدينة يوجد فرع، في عندك الفرع، عندك المسؤول عن الفرع، وعندك العنوان، وعندك رقم الهاتف، اتصل وسجل فقط لا غير. الشيء الآخر المهم بهذا الموضوع هو أجور التعليم. هلا أنا أجور التعليم بصراحة جبتها من هون، أجور التعليم هي أجور التعليم لهذا العام عام 2000
عام 2019 2018 2016. طبعا هذا العام راح يكون في ارتفاع بسيط مثل ما صرحت وزارة التعليم العالي، ولكن ما كتير راح يكون في فرق بالأسعار، مجرد اختلاف بسيط بالأسعار. بكل أحوال هذا الجدول بيعطيك فكرة عن هتكون في العام القادم. بالنسبة للتعليم المفتوح اللي حكينا عنه، تكلفته تخيل في السنة فقط 213 ليرة. في عنا طبعا بالنسبة للمعاهد 1000 ليرة، بالنسبة للمعاهد المهنية 750 ليرة، بالنسبة ل بتوقع الشغلات اللي بتهمنا الهندسة 1500، والتعليم الثاني طبعا التعليم الثاني بيكون دائما اغلى من التعليم الصباحي 1500 4500. في عنا الطب بالانجليزي 4700 تعليم ثاني ما في، الطب دوام، الطب التركي 2300. يعني كلها اسعار بصراحه مقبوله. يعني التعليم اداره الفنادق و سياحة 1700 ليرة التعليم الصباحي، والتعليم المسائي 3500. أنا كان حابب بس لاقي هون اختصاصات الطب، اختصاصات الفنية 1100، اختصاصات الأدبية كمان 1100 1150. يعني أسعار منطقية بصراحة. كل أحوال هاي الأسعار مثل ما حكيت للسنة الماضية، هاي السنة راح تكون أسعار نفسها تقريبا. نجي على المصروف اللي راح يكون داخل المدينة نفسها. طبعا هاي المعلومات كلها مأخوذة من موقع الجامعة نفسها، بتلاقى عمل لك موقع الجامعة هذا المصرف بالشهر. طبعا عمل لك السكن بكلف بين 200 و300 دولار، وإذا أكثر من شخص تشاركوا مع بعض راح يخف المبلغ. في عندك مواصلات 50 دولار، في عندك حق كتب 100 دولار بالفصل، في عندك الأكل إذا أكلت بالجامعة نفسها بتكلف أكلي، وإذا الحق الخبزة 75 قرش بصراحة صارت بليرة وشوي. في عندك المي، في فصلين هون إذا بدك تأكل فواكه. طبعا الأسعار تغيرت بمنتهى الصراحة، يكون صريح معكم الأسعار تغيرت شوي، تغيرت كثير. السينما 15، حلقة الشعر 10، يا ريت 10، ما أنا 10، لا 20. هاي بعض المصاريف هون مذكورة هون. كل الأحوال يعني تقريبا بدك 300 دولار، 200 بين 200 و300 دولار. عملك هون إذا كنت بدك تتسلى وبدك تروح على الجيم وبدك تلفزيون بدك توصل إلى 400 دولار. بنجي للموضوع الآخر اللي هو الاختصاصات المتاحة. أنا الاختصاصات المتاحة بهي الجامعة بصراحة نزلتهم هون، هي الاختصاصات المتاحة، وعدد المقاعد المتاحة للطلاب الأجانب أيضا نزلتها هون. إذا بتلاحظ هون في عندك عدد الطلاب، سنوات الدراسة، واسم الفرع. نبدأ بالاختصاصات اللي بتهمنا نحن كعرب. كلية الطب في عند دراسة 5 سنوات 25 طالب أجنبي. كلية الصيدلي أيضا 5 طلاب 25 طالب أجنبي. اللغة العربية 4 سنوات 10 طلاب أجانب. في عندنا اللغة الأجنبية 4 سنوات 10 طلاب أجانب. برمجة الكمبيوتر بدوامين صباح ومساء 15 طالب 14 طالب. تنمية الطفل 20 طالب. الرياضيات 15 طالب. أنا عم دور بصراحة على الطب. هاي الهندسات اللي بحب يدرس هندسة عمارة كمان في عنا 15 طالب، يعني عدد كويس. هندسة المدني 15، هندسة ميكانيك 15، هندسة ميكانيك 20، وهندسة ميكانيك المسائي كمان 20. طب في عنا بالانجليزي وفي عنا بالتركي. بالانجليزي 10 طلاب وبالتركي 20 طالب. وباقي الاختصاصات كلها موجودة هون، تحب تعمل لهم زيارة ما في اي مشكلة. هذا بخصوص الاختصاصات. هلأ السؤال اكيد اللي اعملوه براسكون، انه انا بالاصل شلون ممكن انقبل بهي الجامعة؟ انت لازم تقدم امتحان اسمه امتحان اليوس، تمام؟ طبعا امتحان اليوس، امتحان اليوس هي الصفحة الخاصة امتحان اليوس. الامتحان بعد 4 ايام و21 ساعة، يعني الامتحان راح يكون ب 28 نيسان. ايوه الامتحان ب 28 نيسان راح يكون. طبعا مثل ما بنعرف انتهى التسجيل حاليا على هذا الامتحان، ممكن الواحد يسجل للعام القادم. كان الامتحان فيه أكثر من مركز بصراحة، كان في كثير مراكز هون للامتحان.
بالنمسا، بالمانيا، ببلجيكا، بايران، بالسعوديه كثير مراكز، في عندنا باذربيجان، في عندنا بكازاكستان، في عندنا بتركيا اكثر من مركز. الامتحان بيتم باكثر من لغه، بينات اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. اللي كان بيهمني بصراحه بهذا الموضوع هو اوكي انا قدمت امتحان اليوس ونجحت، فشو لازمني كمان؟ موضوع اللغة هون واضح جدا، نحن بقول لك انه انت فينك تنقبل من دون ما يكون معك لغة، ولكن فيما بعد لازم تنجح بامتحان اللغة، اوكي هي المعلومة. عامل لك في بعض الكليات مثل كلية الطب وكلية الهندسة الالكترونيك والكهرباء اللي فيها 30% انجليزي، لازم تنجح بامتحان الانجليزي. اوكي، شلون ممكن تسجل؟ بموضوع الليسانس طبعا لما نحكي، وهون بموضوع الدراسات العليا. بكل الاحوال لازمك اول شيء لازمك صورة عن الشهادة، وتكون هاي الصورة مصدقة من القنصلية أو السفارة التركية في بلدك. لازمك أيضا تعديل عن الشهادة، هذا موضوع أنا دققت عليه بكتير فيديوهات، التعديل أيضا بيتم بالسفارة. لازمك ترانسكريبت كشف علامات أيضا مترجم ومصدق من السفارة ببلدك. لازمك أنك تكون ناجح بامتحان اليوس الموجود بجامعة أتاتورك، وإذا ما كنت ناجح امتحان اليوس فلازم تكون ناجح بامتحان شبيه لامتحان اليوس مثل امتحان السات او امتحان ابيطور او اي امتحان اخر موجود ببلدك. لازمك صور شخصية، لازمك باسبورت ايضا مترجم ومصدق من الخارجية او من القنصلية في بلدك. بس هدول هن المعلومات اللي لازمين. قدمت امتحان اليوس، امتحان اليوس هذا وين فينك تستخدمه؟ فينك تستخدمه ب 74 جامعة موجودين في تركيا، هاي قائمة بالجامعات الموجودة بتركيا، وفينك انت تستخدم اليوس تبع جامعة اتاتورك، فينك تستخدمه بجامعة أخرى، هذول هن الجامعات. فيما بعد عندي أنا جبت صور هون للسكن، إذا بتحب إذا مهتم بهذا الموضوع، هاي صور السكن. سكن نظيف بصراحة، مشترك 3-3. طبعا السكن موضوعه ما سهل، السكن تقريبا الأجر 400 ليرة في مفاضلة. اسم السكن بالأصل اسمه KAK، لازم تقدم عليه أول ما بيطلع قبولك بالجامعة، لازم تقدم على KAK مشان يطلع لك مقعد. طبعا هون عندي إحصائية بسيطة عن عدد الطلاب الأجانب الموجودين بهي الجامعة العام الماضي، يعني عام 2018-2019. بالنسبة لأكثر عدد لاحظته من أذربيجان، في عندك 1130 طالب بالليسانس، في عندك 600 طالب، في عندك 9 طلاب بالدكتوراه، وفي عندك 1200 طالب كمجموع كامل. الجنسية الأخرى اللي فيها كتير طلاب هي إيران، عندك 346 طالب. الجنسية أيضا الموجودة بكثرة هي جنسية سورية 230 طالب، وجنسية تركمانستان أيضا 156 طالب. أي معلومات أخرى بخصوص هاي الجامعة أنا جاهز، ما عندي أي مشاكل، إن شاء الله فينك تستفسر عن هاي الجامعة، وراح أحط لكم طبعا أغلب المصادر راح أحطها تحت، بحيث إذا لزمتكم ممكن تزوروا موقع الجامعة وتشوفوا. والسلام عليكم ورحمة